بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، فما زال الكلام موصولا حول كتاب الميزان الكبرى الشعرانية للإمام عبد الوهاب الشعراني المعروف بالقطب الرباني، والمتوفى سنة 73 من هجرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا عند الكلام عن بعض المسائل التي تتعلق بأحكام الجنائز. انتهينا من الكلام عن بعض المسائل التي تتعلق بأحكام الجنائز مما تعرض لذكره الإمام الشيخ عبد الوهاب الشعراني في ميزانه، وكنا قد وقفنا عند التعزية في هذه الحالة. ولكن بعد أن تعرض للكلام عن دفن الميت أو الجنائز من الصلاة، من تجهيز الميت ودفنه والصلاة عليه ومواراته في قبره وغير ذلك، أقول لحضراتكم بداية قبل الكلام عن التعزية، بأن الاستغفار للميت والدعاء للميت بعد الدفن إنما هو من الأمور المستحبة، كما صرح بذلك العلماء، حيث قالوا: ويستحب الاستغفار للميت، طيب، والدعاء له عند القبر بعد دفنه بالثبات، هذه من الأمور المستحبة. وإيماءً بذلك نقول بأنه يقول، أي من يقوم بالاستغفار للميت ومن يقوم بالدعاء للميت، فيستحب أن يقول: اللهم هذا عبدك، وأنت أعلم به منا، ولا نعلم منه إلا خيرا، وقد أجلسته لتسأله، اللهم فثبته بالقول الثابت في الآخرة كما ثبتته في الدنيا، اللهم ارحمه وألحقه بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تضلنا بعده، ولا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله ولسائر المسلمين. وهنا نتذكر قول خليفة رسول الله الثالث سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت وقف عليه، وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا الحديث رواه أبو داود والحاكم وصححه والبيهقي أيضا بسند صحيح. هنا وكان سيدنا علي رضي الله عنه إذا فرغ من دفن الميت قال:
اللهم هذا عبدك نزل بك وأنت خير منزول به، فاغفر له ووسع مدخله. طيب، يبقى أول حاجة موضوع بعد دفن الميت من الأمور المستحبة الاستغفار للميت والدعاء للميت عند القبر بعد دفنه بالإيه؟ بالتثبيت. وقلنا طبعاً إن طبعاً اللي بيدعو للميت بالتثبيت ماذا يقول؟ زي ما قلنا بنقول إيه؟ بيقول كما هو وارد: اللهم هذا عبدك وأنت أعلم به منا. مرة تانية: اللهم هذا عبدك وأنت أعلم به منا، ولا نعلم منه إلا خيرا، وقد أجلسته لتسأل. اللهم فثبته بالقول الثابت في الآخرة كما ثبتته في الدنيا. اللهم ارحمه، اللهم ارحمه، وألحقه بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تضلنا بعده، ولا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله ولسائر المسلمين، ولسائر الإيه؟ المسلمين. هذا الدعاء، ألا وهو الدعاء للميت والاستغفار مين؟ والاستغفار له. وقلنا الدليل على ذلك ما ورد عن سيدنا عثمان ابن عفان خليفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالث، أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت وقف عليه، أي وقف على قبره بعد دفنه، وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، فإنه الآن يسأل. طيب، يبقى إيه؟ الدعاء للميت والاستغفار لمين؟ للميت. بقي شيء قبل أن ندخل في الكلام أو نصل أو ننتقل للكلام عن مسائل التعزية كما ذكرها الشيخ الشعراني. نقول بقي شيء، ألا وهو تلقين الميت المكلف بعد الدفن، تلقين الميت المكلف بعد الإيه؟ بعد الدفن. قال: والله شيخنا العلماء بيقولوا إيه؟ عند أكثر الشافعية والحنابلة، بعض الحنفية والمالكية، يعني يكاد يكون أن هناك يعني إيه؟ يعني من أئمة المذاهب الأربعة كلام في هذا الموضوع، حيث قالوا: يستحب في هذه الحالة، مستحب، سن، المندوب، كلها ألفاظ مترادفة في هذه الحالة، يعني من سنة سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله أنه يستحب تلقين الميت بعد الدفن، تلقين الميت بعد الإيه؟ الدفن. وما كيفية التلقين؟ تلاقي بعض الناس يقول لك: ده بدعة، ده مش عارف ايه، ده الكلام ده كله. فاحنا بناخد الكلام، انت لابد وان تكون على علم وعلى بينة بأن من أفتى بغير علم ضل وأضل، وأن المجترئ على الفتوى كالمجترئ على النار برجله. تلاقي واحد قدامك يجي يقول لك: ده بدعة، ده حلال، ده حرام، وهو لا يعرف شيء لا عن البدعة ولا عن الحلال ولا عن الحرام. فمن المستحبات بالنسبة يستحب تلقين الميت بعد الدفن بأن يقول إنسان عند رأسه. كيفية التلقين ديت إيه؟ ذكرها سيدنا الشيخ النووي، وذكرها علماء الشافعية، وصرح بها طبعا الكثير
من أئمة المذاهب الفقهية قالوا يستحب تلقين الميت بعد الدفن بأن يقوم إنسان عند رأسه ويقول يا فلان ابن فلان، يا عبد الله ابن أمة الله، يا فلان يا عبد الله ابن أم يا ابن أمة الله اذكر العهد، اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا. ايه هو العهد ده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. هذا هو التلقين عندهم، هذا التلقين عندهم وهو مستحب كما ذكره صرح به الإمام النووي في كتابه المسمى بالمجموع. يبقى قبل ما ننتقل لكلام طبعا قال والله استدل على ذلك بما روي في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. يبقى خلاصة الموضوع إن عندنا قبل ما نتكلم عما ذكره الشيخ الشعراني فيما يتعلق بأحكام التعزية وحكم التعزية وأنها سنة بعد دفن الميت، في عندنا حاجتين اثنين. الحاجة الأولى الاستغفار للميت والدعاء له، حاجة الثانية تلقين الايه الميت. ما هي كيفية التلقين؟ كيفية التلقين كما ذكرها وكما شرح بها الإمام النووي في كتابه المسمى بالمجموع في هذه الحالة أنه يقول عند رأسه بعد دفنه يا فلان ابن فلانة، يا عبد الله ابن أمة الله اذكر العهد، اذكر العهد، اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. قال العلماء إن ذلك لظاهر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. هذا عن التلقين وهذا عما يستحب للميت. نأتي بعد ذلك إلى التعزية. شيخ الإمام الإمام عبد الوهاب الشعراني في ميزانه قال ومن ذلك تعزية سنة. ما المراد بالتعزية؟
المراد بتعزية الميت؟ هنا احنا عندنا سبق أن قلنا التعزية الحمل على الصبر، المواساة في هذه الحالة، الوقوف بجانب طبعا من مات لهم عزيز، أو من مات لهم صديق، أو من مات لهم أب أو أم أو أخ أو غير ذلك مثل هذه الأمور، يعني الحمل على الصبر على الميت بذكر ما وعد الله عز وجل به من الثواب، وكذلك أيضا التحذير من الجزع المذهب للأجر. هنا قال الإمام الشيخ الشعراني بيقول: ومن ذلك ومن المسائل المختلف فيها بين أئمة المذاهب الفقهية قول أبي حنيفة إن التعزية سنة، إن التعزية إيه؟ إن التعزية سنة. عايز أقول لحضرتك حضرتكم نود الإشارة لأن التعزية سنة وأنها مستحب، تستحب التعزية للإنسان الصغير والكبير، وتستحب التعزية للرجل، وتستحب التعزية للمرأة في مثل هذه الأمور، والدعاء في هذه الحالة ده بالنسبة لهذا الأمر. لماذا؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم، رسول الله قال: ما من مسلم يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله، ما من مسلم يعزي أخاه بمصيبة أي في مصيبة حلت به إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. ما من مسلم يعزي أخاه في هذه الحالة، نقول يجوز التعزية للراجل ويجوز التعزية للمرأة، كما أن المرأة تعزيها المرأة في من مات عندها. ما من مسلم، كلام سيدنا رسول الله، ما من مسلم يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. كذلك أيضا سيدنا رسول الله فيما رواه أسامة ابن زيد قال: أرسلت إحدى بنات النبي، أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زينب كبرى بنات النبي، أن ابنا لها يجود أو أن ابنا لها قد مات في هذه الحالة، أو ابنا لها قد مات. فماذا قال النبي؟ تعلموا، قال: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. من هنا يبقى مبدأ التعزية أو التعزية لمن مات ده سنة من سنن رسول الله لا كلام فيه، ولكن هل بتكون قبل الدفن أم بتكون بعد الدفن؟ هذا ما يصرح لنا به صاحب كتاب الميزان، فقال بأن العلماء قد اختلفوا هل تكون التعزية قبل دفن الميت أم تكون بعد دفن الميت. بيقول: ومن ذلك قول أبي حنيفة إن التعزية سنة قبل الدفن لا بعده، وقال وبه قال الثور، مع أن الشافعية وأحمد قال إنها تسن قبله وبعده إلى ثلاثة أيام. يعني أبو حنيفة قال لك بنعزيها قبل ما ندفن، يعني الشافعي لأحمد قال لك لا بنعزيه قبل ما ندفنه، يجوز إن إحنا نعزيه قبل الدفن لأن طبعا الحرقة بتكون أكتر، ويجوز نعزيه بعد الدفن وتستمر إلى ثلاثة أيام في هذه الحالة. ده بالنسبة لذلك الأمر. ووجه الأول قبل الدفن قال لك دليل الأول، قال إن شدة الحزن
إنما تكون قبل الدفن، فيعزى ويدعى له بتخفيف الأحزان، وهذا يعد أضبط في هذه الحالة، وهذا يحد أولى بالإيه؟ بالتخفيف في مثل هذا الإيه؟ الأمر. إذ حرقة من مات على ميتهم تكون أشد قبل إيه؟ قبل دفنه. ودليل الثاني قال لك لا، هذا الحزن ده بيستمر في الغالب، الحزن بيبدأ من ساعة الممات وبعد الممات وبيستمر. قالوا استمرار الحزن غالبا بعد الدفن إلى 3 أيام، وقد يكون الشخص مشغولا بأمر مهم وقع فيه فلم يتفرغ للتعزية، اللي هو أنت عندك مصلحة تشتغل في عملك، جات الموت فجأة فأنت ما تمكنتش إنك تسافر، فالشرع ادالك مهلة على أساس أن تقوم بهذا الواجب، وأن تقوم بمواساة قريبك أو تقوم بمواساة جارك أو تقوم بمواساة من معك في بلدك التي تعيش أنت إيه؟ أنت فيه. فلم يتفرغ للتعزية إلا آخر 3 أيام، فلولا امتداد وقت التعزية بعد الدفن ربما وقع بين المعزي والمعزى عداوة. انت ما جيتش عزيت في أبوي، انت ما جيتش عزيت في أخوي، انت ما جيت ليش في أمي، فالشرع قال لك نفتحه 3 أيام على أساس ما قدرتش تيجي في وقت الدفن ماشي، ما قدرتش تيجي الصبح ماشي، تعالى بالليل، ما قدرتش بالليل يبقى اليوم الثاني، ما قدرتش اليوم الثاني يبقى اليوم الثالث، حتى تنقطع الأسباب والدوافع التي تدعو إلى ذلك. يبقى استمرار الدفن 3 أيام تجوز بعد الدفن ويجوز قبل الدفن ويستمر بعد الدفن إلى 3 أيام. إيه وجهة نظرهم؟ قال لك لأن استمرار الحزن غالبا بعد الدفن إلى 3 أيام، قد يكون الشخص الذي يذهب للتعزية مشغولا في هذه الحالة بأمر مهم وقع فلم يتفرغ للتعزية إلا آخر 3 أيام في هذه الحالة، فلولا امتداد وقت التعزية بعد الدفن لربما وقع بين المعزي والمعزى عداوة، إذ لم يتدارك التعزية بعد الإيه؟ بعد الدفن. ده بالنسبة لمسألة التعزية ومسألة الدفن، حرصا من شريعة رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله على أن يسود بين الناس المحبة وأن يسود بينهم المودة، وأنك ينبغي عليك من ذلك أن تعلم أن من الواجبات مشاركة الناس في أفراحهم وأطراحهم. الأفراح معروف ما بتجيش إلا بطلب، لكن في الأطراح اللي هي الأحزان قال لك من غير طلب ومن غير حاجة، فمشاركتك للناس في الأطراح نفس الوضع هيبادلك مثل هذا الشعور. لذلك نلاقي واحد لما بيموت بتجد أن البلد كلها طالعة وراه، ليه؟ لأن الراجل قام بالواجبات للناس دي كله، فالناس دي بتبادر أن هي ترد. خلي بال حضرتك من غير طلب، واحد ما بيروحش لحد خالص بتلاقي ماشي ورا جنازته واحد ولا اتنين، يقول لك هو ملوش واجب عند حد. مش بيحصل في مثل هذا الأمر. فشريعة سيدنا رسول الله إنما تأمر بما يتعلق بإشاعة المودة، ولذلك لا يتأتى إلا بمشاركة الناس في أفراحهم ومشاركتهم في أطراحهم، أي في أحزانهم وفي مصائبهم. هذا ما دعت إليه شريعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا عز اللي بال حضرتك. ثم قال: ومن ذلك قول مالك الشافعي وأحمد بطبعا الجلوس للتعزية. نيجي المسألة تاني، الجلوس للتعزية، الجلوس لتعزية الايه؟ لتعزية من مات. هنا قال والله المفروض اللي يعزي ان يكون خفيف، يروحوا عايز يبلط. حتى إن الحنفية قالوا إيه؟ قالوا إن التعزية بتكون على الواقف،
ولذلك نجد إن طبعا الإمام طبعا إيه مالك الشافعي أحمد قال بكراهة الجلوس للتعزية. سيدنا أبو حنيفة قال لك لا يكره ذلك، بس أهم حاجة تروح تقعد شوية وتتوكل على الله، مش تقعد إيه نبت الحكاية. لا طبعا إيه إنه شق على المعزين بتكليفهم المشي إليه إذا سعوا أنه جلس للتعزية. تقعد هناك هتلاقي الناس كلها عايزين يخدموك وعايزين يوجبوك، ولو انت قعدت ومحدش جالك هتاخد بعضك وتايه وتكدي. ده بالنسبه لهذا، ده بالنسبه لذلك. فهنا طبعا انه خفف على المعزين بالجلوس لهم، قال لك لما بتروح تقعد اللي بيقول لك اقعد بيقول لك ما تشق، ما بيقول لك ما تقعدش على الواقف كده، بيقول لك ما تشقش على الناس، واللي بيقول لك اقعد بيقول لك ان الناس دي عندهم حرقة على من مات. فكون انك انت تقعد معاهم انك بتوسيهم، بتحاول تنسيهم من هذا المصاب في هذا الامر. قال انه خفف على المعزين بالجلوس لهم، بالجلوس ايه معهم، ويعني تذكارهم بان هذا وعد الله، وان لله ما اخذ وله ما اعطى، وان ذلك الايه وأن ذلك الأمر إنما ينبغي أن يسلم الإنسان أمره لله، لأن هذا هو قدر الله، اقتداء بقول مشايخنا رضي الله عنهم: وسلم الأمر لمن دبره فلن ترى غير الذي قدره. بعد كده الشيخ بيقوله بقى بدأ يتحدث عما ينبغي أن يكون عليه القبر، فقال: ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إن القبر لا يبنى ولا يجسس في هذه الحالة، لا تبنيه ولا تزوغه في هذا الأمر، بل يكون مستوي في مثل هذه الأمور، مع قول أبي حنيفة بأن ذلك إيه بأن ذلك يجوز، حتى يكون علامة على أن هناك شخص قد إيه قد مات فيعرف إيه فيعرف قبره في هذه الايه في هذه الحاله. وطبعا الشيخ الشعراني قال ايه غلبه التسليم لله عز وجل بإلقائه في القبر بين يدي الله من غير حال فوق ما يمنع منه شيء من الآفات. خلي بال حضرتك اللي بيقول لك انك حتى تعمل له مكان يتعرف هذا المكان وتجعل له علامه، حتى إذا ذهبت إليه تتعظ بأن في هذا المكان أبوك، أو أن في هذا المكان أخوك، أو أن في هذا المكان من مات من الإيه من المسلمين في هذه الإيه في هذه الحالة. طيب نيجي بقى لما يتعلق بأمر آخر، ألا وهو قراءة القرآن على الأموات. قراءة القرآن على مين؟ على الأموات في مثل هذه الحالة. قال الشيخ الشعراني: ومن ذلك أي ومن المسائل الواردة، أي ومن ذلك أي ومن المسائل الواردة في هذا الباب والمختلف فيها بين أئمة المذاهب الفقهية مسألة قراءة القرآن الكريم عند القبر. الأئمة الثلاثة سيدنا الإمام مالك، سيدنا الإمام الشافعي، سيدنا الإمام أحمد ابن حنبل قالوا باستحباب قراءة القرآن للميت عند القبر في هذا الايه في هذا الأمر. استحباب قراءة القرآن للميت عند القبر. أبو حنيفة قال لك إن ذلك لا يستحب لأن ذلك أمرا من الأمور المكروهة. إيه وجهة نظر سيدنا الإمام أبو حنيفة وإيه وجهة نظر الأئمة الثلاثة اللي هم جمهور العلماء من أئمة المذاهب، الإمام مالك، الإمام
أحمد بن حنبل سيدنا الإمام الشافعي حبر الأمة وسلطان الأئمة، قال والله إن قراءة القرآن ووجه الأول أن القراءة عند القبر سبب لإنزال الرحمة على الميت، بتذكرك بربنا، وسبب لإنزال الرحمة على ذلك الميت، ده بالنسبة لهذا لهذا الأمر. رأي الثاني قال لك لا ده يكره لأن ذلك امتهانا للقرآن، كلامهم هذا حاجة ترى على الميت، لكن الرأي الأول ده بالنسبة لذلك الأمر إنما هو ما عليه طبعا الجمهور أن قراءة القرآن تكون سبب لإنزال الرحمة، ويكفيك أنك تذكر بالله، والقرآن كلام الله، فخير الذكر قرآن إذا يدرى الذي يعني في مثل هذه الأمور. طيب إحنا عندنا بندام تكلمني عن قراءة القرآن سواء كده أو كده، سواء من قال بالجواز في مثل هذه الحالة أو غيره، الجمهور العلماء الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد آلم من ذلك يستحب قراءة القرآن، القراءة للقرآن عند القبر، لأن القراءة عند القبر سبب لإنزال الرحمة على على الميت. طيب ده بالنسبة لمثل هذا الأمر، عشان لما الاقي ناس ما يطلعش يقول واحد ده بدعة، ما يطلعش يقول واحد كذا، وإن أبو حنيفة وإن قال بخلاف ذلك فإن ذلك يندرج تحت القاعدة الفقهية التي تقول لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، أي لا ينكر قول الأئمة الثلاثة في كلامهم بأنه يستحب قراءة القرآن عند القبر على الميت بعد دفنه، لأن ذلك سبب لإنزال الرحمة عليه كما هو وارد في كتبهم، لا ننكره عليهم، وذلك من باب أن اختلاف بأن رسول الله قال بعثت بالحنيفية السمحة، أي السهلة المحفوظة من التفريط والإفراط. هنا الحاجة اللي احنا عايزين نقولها طبعا وصول ثواب القرآن للميت في هذا الأمر الخلاف. الشيخ سيدنا الشيخ الشعراني، عايزين نذكر عبارته وبعدين نعلق على عبارة الشيخ الشعراني بما ذكره أئمة المذاهب الفقهية في مثل هذا الأمر. بيقول إيه؟ بيقول والخلاف في وصول ثواب القرآن للميت أو عدم وصوله مشهور، ولكل منهما دليله، ومذهب أهل السنة أن للإنسان مذهب أهل السنة أنه يجوز للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره، ثواب عمله لإيه؟ يجوز للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره. طب إذا كان يجوز للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره، وإنت قريت جزء من القرآن الكريم وقلت كده أنا جعلت ثواب هذا القراءة لوالدي الذي مات، حتى لو ثوابه، ما هو انت لو قلت ثوابه انت هتاخد الثواب وهو هياخد الثواب في مثل هذا الامر. هذا حاجه قال يجوز للانسان، ومذهب اهل السنه ان ده كلام مين؟ كلام سيدنا الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتابه المسمى بالميزان الكبرى، المداخله لاقوال ائمه المذاهب الاربعه الفقهيه ومقلديه، بيقول ومذهب اهل السنه ان للانسان ان يجعل ثواب عمله لغيره، وبه قال احمد بن حنبل، وبه قال احمد ابن مين؟ ابن حنبل.
طيب ثم قال: وأما حكمة الدعاء للميت بعد الدفن، حكمة الدعاء للميت بعد الإيه؟ ليه بندعي له بعد ما يندفن؟ احنا قلنا دلوقتي ان الدعاء للميت عند القبر بعد الدفن انما هو مستحب لكلام سيدنا رسول الله في هذه الحالة: استغفروا لأخيكم وسألوا الله وسألوا له التثبيت فإنه الآن إيه يسأل. تعالوا شوفوا بقى سيدنا الشيخ أبو أبي الشعران، متوفى سنة 973 من هجرة النبي، بيقول إيه؟ بيقول: وأما حكمة الدعاء للميت بعد الدفن بالتثبيت فهو ثمرة الصلاة عليه والدعاء له في الصلاة، في الصلاة في مثل هذا الإيه؟ في مثل هذا الأمر. إذ الشافعيون حكمهم، حكم الشافعون من يشفعون للميت، بقول إذ الشافعون للميت في هذه الحالة، يعني أنت بتشفع للميت، حكمك حكم إيه؟ قالوا حكمهم زيهم زي إيه؟ الشيخ بيقول كده: إذ الشافعون للميت حكمهم حكم العسكري إذا وقف بباب الملك ليشفع في من أذنب. يعني واحد أذنب وحضرتك رايح تشفع له عند صاحب الأمر وعند الملك وعند الإنسان اللي هيحاسبه بتشفع له. أنت لما بتشفع للميت حكمك حكم الراجل العسكري اللي جاي يشفع لإيه؟ لراجل، أو حكم من يشفع لواحد فعل ذنبا في مثل هذا الأمر عند رجل جليل القدر وله قيمة. قال إيه؟ قال: أما حكمة الدعاء للميت بعد التثبيت فهو ثمرة الصلاة عليه والدعاء له في الصلاة. إذ الشافعون حكمهم حكم العسكري إذا وقف بباب الملك ليشفع في من أذنب، والوقوف على القبر بعد الدفن إنما هو المقصود كأنك أدخلته إلى مثواه وجعلته واقف بين يدي الله، ثم قلت له: يا رب إن هذا الذي قد مات قد جئناك شفعاء له وأنت أعلم به منا. فمن أول الصلاة على الميت كلها شفاعة في هذا، في مثل ذلك الإيه؟ الأمر. ولذلك هذا يذكرنا بكلام سيدنا عبد الله بن مسعود لما قال: سمعت رسول الله يقول: ما من ميت يقوم على جنازته إيه 40 إلا شفعهم الله عز وجل فيه. قال دلوقتي كما قال: والدعاء له في الصلاة. إذ الشافعون حكمهم حكم العسكري إذا وقف بباب الملك ليشفع في من أذنب هذا، والوقوف على القبر بعد الدفن هو المقصود الأعظم، لا سيما عند سؤال منكر، عند سؤال منكر ونكير، وحين يذهل من رؤيته، وحين يذهل من رؤيتهما. لأن هو لما بيقولوا منكر ونكير طبعا إيه الوضع بيختلف، يذهل من رؤيتهما، فلا يقال إن الصلاة تكفي عن الدعاء بعد الدفن. يعني يقول لك: لا ده احنا صلينا عليه. لا يقال إن الصلاة تكفي عن الدعاء، بل الصلاة تعتبر من ضمن فرض الكفاية، والدعاء على الميت للميت عند قبره إنما يعد من سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول الإمام عبد الوهاب الشعراني: فلا يقال إن الصلاة تكفي عن الدعاء له بعد الدفن، فافهم والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. يعني معنى هذا الكلام إنك يستحب لك إنك تدعو للميت، وقلنا صيغة الإيه؟
الدعاء، ويستحب تلقين الميت. وقلنا كيفية التلقين. نيجي طبعا قبل ما نتكلم عن وصول ثواب القرآن بنعيد الدعاء للميت الوارد، بنقول كده: اللهم هذا عبدك، يستحب الاستغفار للميت والدعاء له. أنا عدتها مرة واثنين وبنعيدها الثالث: يستحب الدعاء للميت والاستغفار للميت والدعاء له عند القبر، بأن يقول: اللهم هذا عبدك وأنت أعلم به منا، ولا نعلم منه إلا خيرا، وقد أجلسته أي لتسأله، اللهم فثبته بالقول الثابت في الآخرة كما ثبته في الدنيا. اللهم ارحمه وألحقه بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تضلنا بعده، ولا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله ولسائر المسلمين. هذا هو الدعاء والاستغفار الوارد، والذي ذكره السادة العلماء ومنهم العلامة جلال الدين السيوطي الحافظ وغيره. أما بالنسبة لتلقين الميت والذي قال به الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، قالوا بأن تلقين الميت بعد الدفن إنما يعد من الأمور المستحبة، أي من سنة سيدنا رسول الله. وما هي كيفية التلقين؟ ذكرها الإمام النووي رحمه الله في كتابه المسمى بالمجموع، فقال: يستحب أن يقوم إنسان عند رأسه ويقول: يا فلان ابن فلانة، ويا عبد الله ابن أمة الله، اذكر العهد، اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمد رسول الله، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأنك رضيت بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالقرآن إماما، وبالكعبة قبلة، وبالمؤمنين إخوانا. هذا التلقين يعد مستحب عند الأئمة الأربعة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضا. بقي سؤال واحد: وصول ثواب القرآن الكريم للميت. ونحن نقول بأن هذا الرأي الذي ذكره الشيخ الإمام عبد الوهاب الشعراني إنما استاقه من أئمة المذاهب الفقهية الأربعة. فهنا فمذهب السادة الحنفية قالوا: بوصول ثواب قراءة القرآن الكريم إلى الميت وإلى الحي، ومن يريد أن يزيد من هذا فليطلع، لأنهم نصوا عليه في كتبهم، نص عليه صاحب الهداية، نص عليه صاحب البدائع الصنعاني، نص عليه صاحب البحر الرائق وغيرهما. يبقى السادة الحنفية قالوا بوصول ثواب قراءة القرآن إلى الميت والحي. السادة الشافعية في مثل هذه الحالة قالوا كما في المنهاج أن المختار وصول ثواب القراءة إلى الميت إذا سأل القارئ ذلك. قال: وينبغي الجزم به، لأن قراءة القرآن دعاء، فإذا جاز الدعاء للميت بما ليس للداعي فيجوز من باب أولى. أما السادة المالكية فقد صرح برأيهم ابن أبي زيد القيرواني في كتابه المسمى بالرسالة عن ابن فرحون من أئمة المالكية أن ما عليه المتأخرون من المالكية وصول ثواب القراءة إلى الميت في مثل هذه الحالة. أما بالنسبة لمذهب الحنابلة فإن الإمام ابن قدامة قال في المغني
وهو من فقهاء الحنفية، ينتفع الميت بسائر القربات، قراءة القرآن، خلي بال حضرتك، ما تتصدق به، ما تقوم به من عمل، ما تفعله من صدقات، قال ينتفع بسائر القربات، ومنها قراءة القرآن. وأن أي قربة، مش قرآن بس، أي قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. بل صرح ابن تيمية حتى لا يزيف أحد عليه، صرح ابن تيمية أيضا أن الميت ينتفع بجميع العبادات ومنها قراءة القرآن في مثل هذا الأمر البدني من صلاة وصوم وقراءة قرآن، كما ينتفع بالعبادات المالية وغيرها من صدقة ودعاء وكذلك أيضا استغفار. أذا كلام الشافعية، وأذا كلام الحنفية، وأذا كلام المالكية، وأذا كلام الحنبلة، وذكرنا من كلام الحنبلة ابن مغني، وذكرنا من كلام الحنبلة ابن تيمية عند القائلين، وكذلك أيضا ابن القيم تلميذ ابن تيمية بيقول أفضل ما يهدى إلى الميت الصدقة والاستغفار والدعاء له، وكذلك أيضا الحج عن. وأما قراءة القرآن وإهداء الثواب إليه تطوعاً بغير أجر فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج، وبهذا يعلم كما صرح الإمام الشيخ عبد الوهاب الشعران، يعلم بأن قراءة القرآن على الميت يصل ثوابها إليه، وأن الموتى إنما هم أحوج حال من أبيك وأخيك وأمك وأختك وغير ذلك، هم أحوج الحال إلى الدعاء. فنسأل الله جل علاه أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن الجزء الأول من كتاب الميزان الكبرى للإمام عبد الوهاب الشعراني المعروف بالقطب الرباني. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وأعنا على ما يرضيك عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك يا مولانا ألا تترك فينا صاحب حاجة إلا قضيتها له ويسرتها له يا خير المسؤولين. إله العرش، إله العرش، نولنا الأماني وجنبنا مضلات الزمان، وأسكننا فراديس الجنان، ومتعنا بوجهك يا كريم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، وشفع فينا سيد المرسلين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.